السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. توصلت بهذه الرسالة اليوم على الساعة 9 صباحا، مفادها أن حساب جوجل سيغلق في 2 أبريل 2019، لكن أي حساب في حسابات جوجل؟ هذا هو السؤال الذي يطرح، حساب جوجل بلس وليس حساب جوجل بأكمله. هذه الرسالة أزعجت الكثير، حيث أن شخص راسلني وسألني، لهذا قمت بهذا الفيديو للتوضيح فقط. فالشركة أخذت هذا القرار بعد الأسباب التي وضحتها في الرسالة، والتي تتمثل في أن جوجل بلس لم تعد له أهمية كبيرة بين مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ولم يعد يستعمله الكثير من الناس. لهذه الأسباب قامت الشركة بأخذ هذا القرار من أجل إغلاق خدمة جوجل بلس في جوجل. ووضحت الأسباب كما قلت في الرسالة، ونصحت برفع ملفاتكم وصوركم وفيديوهاتكم من جوجل بلس قبل 2 أبريل 2019، حيث ستقف خدمة جوجل بلس في هذا التاريخ. وفي 4 أبريل 2019 ستقوم بحذف كل الحسابات، حسابات سواء لشركات أو صفحات أو أشخاص، ستقوم بحذف كل هذه الحسابات، لن تستثني أي شيء، وبعد ذلك ستحذف الخدمة تماما من جوجل، ولن يعود له أثر جوجل بلس. كما ترون، هذا هو حسابي في جوجل بلس. هذه الرسالة تفيد ما قلته، أن حسابي لن يعود يعمل بعد 2 أبريل 2019. إن أعجبكم الفيديو لن تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس.